السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. تفسيرنا النهاردة هيكون عن رؤية المنبه في المنام. رؤية الشخص المنبه في المنام يدل على النجاح المهني والاجتماعي. مشاهدة الحالم المنبه مضبوط على الساعة 6 يشير إلى شهر جماد الآخر، ومن المفترض أن يحدث شيئا هام في هذا الشهر. رؤية الحالم شخصا ميتا يعطيه المنبه في المنام يدل على مكانته الكبيرة الدينية وقربه من الله عز وجل. تفسير رؤية المنبه في المنام للرجل: رؤية الرجل المنبه الأسود اللون في المنام يدل على بلوغ الأهداف والأحلام. مشاهدة الأعزب المنبه في المنام يدل على ارتباطه بفتاة على خلق ودين وجمال. ورؤية الرجل المنبه مضبوط في المنام يدل على أنه يسير في الطريق الصحيح بأمر الله. مشاهدة الرجل المنبه الذهبي في المنام يدل على السعادة والفرح. مشاهدة الأعزب المنام يدل على ارتباطه بفتاة على خلق ودين. إذا رأى الرجل شخص يهديه منبه قديم يدل على وجود عدو له يظن بأنه صديق ويجب الحذر منه. رؤية الرجل المنبه الكبير المضبوط الوقت في المنام يدل على النجاح وكسب الأموال إن شاء الله. مشاهدة الرجل المنبه المكسور يدل على تدهور حاله إلى الأسوأ. المنبه على الحائط يدل على مواجهته لمشكلة في الواقع. دقات المنبه يدل على وصول أخبار سارة في الطريق. مشاهدة الرجل أن المنبه يضيع منه يدل على عدم قدرته على تحقيق أهدافه. مشاهدة الرجل يشتري المنبه يدل على تغير حاله إلى الأفضل بإذن الله. تفسير المنبه للعزباء في المنام: رؤية الفتاة العزباء المنبه الأبيض يدل على زواجها من شخص وسيم ويحبها بأمر الله، والمنبه الأسود يدل على اتجاهها في الطريق الصحيح. المنبه الذهبي أو الفضي يدل على أنها قد تتزوج من شخص متيسر ماديا وكريم. العزباء التي ترى المنبه لا يعمل يدل على أنها قد تتزوج في سن متأخر. وفي حال رأت العزباء المنبه صغير الحجم يدل على أنها غير قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة في حياتها. المنبه الذهبي اللون يدل على صحتها الجيدة وعمرها الطويل. المنبه التالف يدل على أنها تتزوج بعد وقت طويل. مشاهدة العزباء المنبه وكانت مخطوبة يدل على تحديد ميعاد الزواج قريبا بأمر الله. الفتاة العزباء الذي ترى شخصا يهديها المنبه غير خطيبها يدل على أن هناك شخص يريد التخريب بينها وبين خطيبها. تفسير رؤية المنبه للمتزوجة: المنبه في منام المتزوجة يدل على السعادة والحب الذي تشعر به. المتزوجة التي ترى المنبه الأسود يدل على نجاحها في وظيفتها وعملها. مشاهدة المرأة المتزوجة المنبه الذهبي اللون في المنام يدل على أنها تعيش حياة جميلة مع زوجها. مشاهدة المرأة المتزوجة المنبه الذهبي الملون في المنام يدل على خبر حملها القريب بأمر الله. مشاهدة المرأة المتزوجة امرأة تعطيها المنبه في المنام يدل على أن هذه المرأة تريد أن تفرق بينها وبين زوجها وتكيد لها. إذا رأت المتزوجة زوجها يهديها المنبه يدل على رغبته في توضيد العلاقة بينهم، ورؤية المتزوجة المنبه المكسور يدل على المشاكل. المتزوجة التي ترى أنها تنقل المنبه من مكان إلى مكان آخر يدل على أنها قد تنتقل لبيت جديد يملأه السعادة والاستقرار بأمر الله. تفسير رؤية المنبه في المنام للمرأة الحامل: رؤية المرأة الحاملة المنبه في المنام يدل على أنها تعيش حياة هادئة. رؤية الحاملة المنبه الذهبي اللون يدل على أنها قد تنجب أنثى جميلة. رؤية المرأة الحاملة المنبه الفضي اللون في المنام يدل على أنها قد تنجب ولدا صالحا بأمر الله. مشاهدة المرأة الحاملة المنبه لا يعمل في المنام يدل على أنها قد تفقد الطفل لا قدر الله. رؤية المرأة الحامل منبه مكسور يدل على معوقات وتعب الحمل الذي تمر به. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.